استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مبنى القيادة العام عددا من الضباط الخريجين حديثا من الكليات العسكرية والجامعات، وذلك لتقليدهم الرتب العسكرية وأداء القسم القانوني، بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع. هذا وهنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط الجدد على تخرجهم وشكرهم على ما يبذلونه من جهود خلال فترة دراستهم، وحثهم على الاستعانة بما اكتسبوه من علوم ومعارف وخبرة في تطوير قدراتهم وترجمتها إلى واقع عملي في مختلف اختصاصات وقطاعات أسلحة ووحدات قوة الدفاع، إلى جانب إخوانهم في هذه المؤسسة العريقة القائمة على الكفاءة بفضل اهتمام وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله، ورعاية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدا معاليه بكفاءة الملازم طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة لإنجازها غير المسبوق في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني. وحث صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط بضرورة العمل بكفاءة وإخلاص مع أخوانهم من ضباط وأفراد منتسبي هذا الصرح الشامخ، وأنهم ينتقلون الآن إلى مرحلة جديدة في حياتهم حيث ينخرطون في الميادين العسكرية وضمن واقع الحياة العملية، وينضمون إلى صفوف أسلحة ووحدات قوة الدفاع للعمل والعطاء ولتنفيذ وتطبيق ما تم حصده من معلومات نظرية وتدريبات ميدانية خلال فترة دراستهم. وزود صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط بتوجيهاته وإرشاداته القيمة لمواصلة التعليم والاستفادة من البرامج التدريبية لقوة الدفاع والمساهمة في عملية التنمية والتحديث التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله، متمنيا معاليه للضباط التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.